النهارده ان شاء الله هتكون دي اخر محاضره بالنسبه لان اخر مره، وهنعمل زي ريفيجن، ودي هتبقى يمكن محاضره مختلفه المره دي عن المحاضرات السابقه، لان هيبقى الجزء الاكبر اللي هو البرزنتيشن مختلف عن انتم وانتم اللي بتقدروا تعرضوا البرزنتيشن. لاحظت بس ان احنا هنعمل اوفر فيو للتوبكس اللي احنا خدناها خلال الكورس. اخدنا اول محاضره كانت وومن رول اند ايدنتيتي، بعد كده اخدنا situational crisis، اوكي، بعد كده اخدنا الـ eating disorder، وهي الـ eating disorder اخدنا الـ physical adolescence اللي ممكن يبقى most common among اللي هم الـ adolescence اللي بيبقى فيها الـ eating disorder، اخدنا فيها الـ adolescence disorder والغنية disorder، اخدنا بعد كده psychological aspect of pregnancy، بعد كده اخدنا psychological aspect of postpartum، وبعد كده اخدنا الفوزل psychological aspect of الفوزل and last one اللي هو اخدنا مع اخر محاضرة وش الكرايسس؟ نو اخر محاضرة اللي هي woman developmental crisis. هنبدأ النهاردة اول presentation اللي لسه هيعمل لي اول presentation، هنتكلم عن ال woman roles و ال identity. اوكي، هنتكلم عن الومن رول الاساسي، عايزين نتفق على اشياء اللي لسه في البرزنتيشن، هيأكد البرزنتيشن بتاعته اكيد 5 مينتس، بنسمع البرزنتيشن مبقاش في اي تعليق اثناء البرزنتيشن، بعد ما نسمع البرزنتيشن ببدا اسال اللي عامل البرزنتيشن حاسس بايه؟ وايه البوزيتيف اسبكت اللي عندك؟ وايه البوزيتيف اوف امبروفمنت؟ ايه الحاجات اللي انت عملتها وحاسس انك عايز تتحسن المره الجايه؟ وبعد كده بنفتح النقاش للمجموعه، المجموعه لما بنناقش بيبقى الهدف من النقاش ان انا يعني في الكتب بتقولي لو في عندك اضافه على الكتب كتير، ما فيش خلاص بنتكلم نقلب على الموضوع اللي بعده. مين اللي ممكن هيعمل حاجه خاصه بيه؟ الومن فورد على الايدنتي، مين اللي هيقدم الومن فورد على الايدنتي؟ مين؟ في حاجه نتكلم عن الومن فورد على الايدنتي؟ ومن الاسلام؟ مفيش حد يعرف الاسلام؟ ها؟ اوكي؟ مفيش حد يتكلم خالص على الدش على الومن في الاسلام؟ اتفضل. هاي. مش حد الومن في الاسلام؟ اوكي؟ زمان كنت بقول ان انا كنت في المحاضره المفروض اتكلم على الومنز ايدنتي. زمان كنت بقول في الاوت كام جاست ريفيجن اللي احنا خدناها كده، اتكلمنا عن ايه ايدنتي، اتكلمنا يعني ايه سمايل ايدنتي، اتكلمنا على وجهه نظر فرويد، كان بيتكلم على اسمين وجهه نظر فرويد وريسبونس وكارل هارني، وكانت اخر حاجه اتكلمنا عليها ومنز الاسلام. ملف النهارده فرويد، هتكلمنا كويس. اتكلمنا النهارده عن مؤمن الاسلام. هنتكلم النهارده عن دور المرأة في الإسلام. كتير من الناس يعني اتهموا المرأة ظلم، اتهموا الإسلام ظلم إن المرأة لازم مرأة وما لهاش حقها. وأنا بتبدأ أولا بقوي السيدة يعني كانها تأثير المرأة السيدة حواء اللي هو منها بلد الناس بتاع بني آدم. وكان في برضه راجل تاني حواء كان فيها بعد كده هو كان في سيدة هاجر اللي هي اتجوزها سيدنا ابراهيم اللي كان منها من سيدنا اسماعيل اللي هو صار مع هو سيدنا ابراهيم في بناء الكعبة. كان في سيدة سارة اللي هي أم سيدنا ابراهيم الأولى اللي هي كانت بعد كده اللي هو من سيدنا يعقوب ومن بعد يعقوب وكان في رجل هو دكتور التعاون دي كان من السيدات اللي هم يعني هم كانوا خايفين من ربنا يعني طب من جد زوجها كان راجل ظالم تاني من البيئه المحيطه اللي كانت محيطه فيها ما كانتش ان هي ما تعرفش يعني ايه ما كانتش حاجه يعني كانت بينها وبين ربنا اللي هو ايمانها وكده ما كانتش مش خوفنا من زوجها ان هو اثر عليها ان هي صبرت زي ما الناس بتتكلم حواليها عاملين لا هي كانت
بتاعي كده وكده وكده، ومش لازم يعني الواحد يبقى يقول علني، يعني ممكن يكون بينه وبين ربنا، وفي اللي هو درجة عمران وفيها حسن إلى مرة. من حي الرويضه